الفرق بين السويتش والراوتر. يلا بينا. ببساطة كده هنقول لك الفرق بينهم بكل بساطة. طبعا الراوتر هو مخصص اللي هو يدخلك على الانترنت من خلال التليفون الارضي زي اللي عندك في البيت كده بالظبط، وممكن تخش على الانترنت لو الراوتر ده بيدعم شريحة تقدر تركب له شريحة وتخش من عليه على طريق الانترنت. طيب ايه لازمة السويتش او ايه الفرق ما بينهم او ايه وظيفة السويتش؟ طبعا انا هبسطها لك جدا. انا عندي راوتر وعندي 10 اجهزة كمبيوتر وعندي سويتش، لو انا عايز اوزع للاجهزة الكمبيوتر دي نت وانا ما عندي غير 3 4 بورتات بكتير في الراوتر، ازاي اوزع للاجهزة دي كلها؟ من عن طريق السويتش. بتاخد مثلا سلك انترنت خارج من الراوتر ويتركبه في السويتش، ومن خلال السويتش تقدر تركب بقية الاسلاك وتدي للاجهزة دي نت. دي وظيفة السويتش، ان هو خاص بالتوزيع، ان هو يوزع لك السويتش يقدر يطلع نت من خلال الراوتر، يعني انت تديله وصلة وتقدر توزع من خلال البورتات الموجودة النت على باقي الاجهزة. دي وظيفة السويتش والراوتر. بس السويتش ما يقدرش ياخد انترنت رئيسي من التليفون ويوزع، يعني ما يقدرش ياخد وظيفة الراوتر ان هو يطلع نت لوحده او من خلال سلك التليفون يتوصل دايركت عليه ويقدر يوزع لوحده، لا لازم من خلال الراوتر وراوتر يجزيه او يتاخد سلك منه عشان يقدر يوزع الانترنت على الاجهزة التانية الموجودة. وده تقدر تستخدمها في عمليات مشاركة الملفات، يعني انت لو في برينتر تقدر توصله برضو بالسويتش، يقدر كل الكلام ده يشوف بعضيه ويسمع بعضه من عن طريق السويتش طالما انت موصلهم في شبكة واحدة. ده الفرق بين السويتش وبين الراوتر. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جايه، ولو عندك اي استفسار اكتب لي في تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.